في ريف اللاذقية. محمد، أهلا بك معنا، إلى أين وصل مقاتلو المعارضة؟ توسعت رغط الاشتباكات اليوم لتنتقل إلى منطقة قرى النبعين والسمرة في جانب الشمال الغربي من مدينة كسب. طبعا مدينة كسب الآن تحت سيطرة الجيش، سيطرة كتائب الجبهة الإسلامية وقوات المعارضة بشكل كامل. المدينة إضافة إلى المعبر ومخفر نبع المرة الحدودي، الاشتباكات الآن توسعت كما ذكرت في منطقة النبعين والسمرة، إضافة إلى اشتباكات على أسرات كسب اللاذقية بغرض قطع الإمدادات العسكرية الكبيرة التي يزجها النظام ويرسلها إلى مدينة كسب. طبعا النظام أرسل رتل عسكري كبير من القوات الخاصة الكائنة متواجدة في منطقة طرطوس، أرسلها إلى منطقة كسب لاسترجاعها، لكن الثوار وكتائب المعارضة المسلحة تتصدى لهذه الارتال. طيب محمد، اعذرني على المقاطعة فقط عند هذه النقطة، سمعنا أيضا أنباء عن إرسال حزب الله ل 500 من عناصره لمساندة النظام في ريف اللاذقية. طبعا هناك ارتال عسكرية كبيرة تتوجه إلى مدينة اللاذقية اليوم. هذا الذي رصد هو رتل من القوات الخاصة الكائنة متواجدة في طرطوس، إضافة إلى ارتال تتجمع في مدينة اللاذقية. يعني جيش الدفاع الوطني بعد أن خسر قائده هلال الأسد يوم أمس يعني عاش حالة من الإرباك، لكن اليوم هناك تجنيد كبير لعناصر جيش الدفاع الوطني إضافة إلى مرتزقة من حزب الله الإرهابي والميليشيات الشيعية. كل هذه القوات تتجمع وتتجهز لضربة عسكرية كبيرة على منطقة كسب. النظام يشعر يعني حالة من الإرهاب والجنون والهستيرية يعيشها النظام بعد خسارة هذه النقاط الاستراتيجية. محمد، بينما قوات المعارضة وصلتها تعزيزات كبيرة أيضا من المناطق الداخلية في سوريا. محمد، على ذكر مقتل هلال الأسد، النظام السوري قال أنه كان يقود العمليات والاشتباكات ضد ما يسميه طبعا بالجماعات المسلحة الإرهابية، ولكن هناك معلومات أخرى تتحدث على أنه ليس هلال الأسد وحده من مات أو من قتل، كان معه مجموعة أخرى من آل الأسد ومجموعة أخرى من آل مخلوف. ما الذي حصل بالتحديد؟ في الحقيقة اليوم في اتصال مع قيادات من المعارضة المسلحة أكدوا لنا مقتل هلال الأسد يوم أمس، لأنه كان مترأس قتل عسكري كان متجه إلى مدينة كسب، قتل في منطقة قصر المعار في كمين محكم نفذه الثوار. بالنسبة للباقي من آل الأسد علي وجمال، هناك أنباء مضاربة، منهم من يقول أنهم كانوا موجودين في نفس القتل، ومنهم من يقول أن هناك حصل خلاف عائلي بينهم في أحد المكاتب أدى إلى يعني اشتباك بينهم بالسلاح ومقتلهم. لكن لافت النظر هو أيضا اختفاء شخصية علي كيالي، علي كيالي المعروف بقيادته لما يسمى المقاومة السورية، هو شخصية عسكرية بارزة كذلك الأمر. كذلك الأمر هو مختفي عن الأنظار إلى الآن. يعني النظام خسر قادات عسكريين مهمة جدا في هذه المعركة، هناك أكثر من 3 عقداء وعدد من الألوية سقطوا في هذه الاشتباكات. يعني النظام يشعر بالإرباك نتيجة هذه الخسارة. نعم. طيب أعود معك إلى تقدم الثوار، ما الجبهة المقبلة ما بعد كسب؟ ذكرت السمرة، ما هي الجبهات الأخرى المقبلة التي سيفتحها ربما الثوار أو بالأحرى فتحوها بالفعل؟ في الحقيقة أستاذ صهيب، يعني المعارك الآن في محيط بلدة كسب لتأمين البلدة بشكل كامل. بلدة كسب مهمة استراتيجيا لقوات المعارضة، المعارك في محيطها في منطقة النبعين في منطقة السمرة، إضافة إلى منطقة قمة 45، هذه القمة الاستراتيجية المهمة جدا في حال السيطرة عليها يعني يكون هناك توجه آخر للمعركة، ممكن تقدم للجيش الحر، لكن العملية العسكرية هي فقط عند قيادة غرفة عمليات هذه المعركة. نعم، أشكرك جزيلا. إذن محمد أبو الحسن، مراسل شبكة شام الإخبارية في ريف اللاذقية، على هذا التحديث في المعلومات. إذن مشاهدينا،